السلام عليكم مرحبا بكم الفيديو السابق خدمنا فيه هذا الشيء اللي خدمنا في الفيديو اللي قبل خدمنا هادو ديال لونسوم دو ديفينيسيون ندير هذا النوع ديال لي فونكسيون هذا وهذا ودابا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدموا هذا النوع هادو اللي كتكون فيهم الاكس او كاري اللي كتكون فيهم الاو كاري وسط الغاسين كاري كيفاش نجبد لونسوم دو ديفينيسيون ديال ديال تبع معايا الفيديو حتى الاخر وان شاء الله غادي تفهم هذا النوع هذا ما بقيش غادي تلقى فيه المشكلة نعطيك القاعده ونعطيك التطبيق ونعطيك كل شيء كيفاش كنجبدوا كن لونصوم دو ديفينيسيون و الى عجبك الفيديو وكنتي من المتابعين ما عمرك تبعتينا ولا ما عمرك تفرجتي في هذه القناه اشترك معنا في القناه باش يبقاو يوصلوك كاع الفيديوهات الجداد ان شاء الله و... مع الاصدقاء ديالك باش كلشي ان شاء الله يستافد ونتمنى التوفيق للجميع مهم غادي نبداو على بركه الله بالنسبه ل... بالنسبه لهادو اللي وصلنا ليهم دابا هما هادو قلنا اف دو اكس غادي نحطو اف دو اكس بعدا هي غاسين كاري ديال اكس او كاري موان 3 اكس موان 4 نبداو بهاد بهاد لا فونكسيون هادي كيفاش نبداو لونسومبل دي ديفينيسيون ديالها هنا نعطي دابا نطبق على هذه وعاد غادي نعطيك القاعده بصفة عامه باش ت... باش تعرف باش تفهم معايا القاعده مزيان دونك ديجا قلنا باللي الغاسين كار باش كنجبدوا لونصوم دو ديفينيسيون اول حاجه كنديروها هي كنشوفوا واش عندنا يا اما كسر يا اما جذر مربع اذا كان عندنا كسر راه المقام خصو يكون ديفيرون ا زيرو اذا كان جذر مربع راه هذا وصل جذر مربع خصو يكون اكبر او يساوي زيرو دونك هنا دي دو اف هي مجموعة الأعداد الحقيقية هادشي ديجا شرحنا هاد الترميز هدا منعاودوش بحيث اكس او كاري ناقص تلاتة اكس ناقص ربعة هادشي اللي عندنا وسط الجذر مربع خصو يكون اكبر او يساوي زيرو اتفقنا دونك هادشي درناه من قبل درناه بحال هادو ولكن مدرناش ديال دوزيام دوغري مدرناش هادو لي فيهم اس اثنان هادو لي فيهم اس اثنان شنو خصنا خصنا نديرو دراسة اشارة الحدودية x أس اثنان ناقص ثلاثة x ناقص ربعة خصنا ندرسو الإشارة ديال هذه دي هاد الحدودية هاد باش ندرسو الإشارة ديال هاد الحدودية خصنا الطابلو دو سين جدول الإشارة باش نديرو عاوتاني جدول الإشارة هادو ما كان قدروش نعرفو فين كت ولا فين غادي تكون كتساوي زيرو من غير إلا استعملنا دلتا بمعنى باش نستعمل دلتا غادي نشوف أن هادي اللي غادي نشوفوا هذه امتى تكون كتساوي زيرو بمعنى غادي نحلوا المعادله اللي هي اكس اس 2 ناقص 3 اكس ناقص 4 كتساوي زيرو باش نعرفوا شنو هو الشرط على اكس باش تكون هذه كتساوي زيرو عاد نشوفوا فاش نلقاو اكس امتى شنو هما القيم اللي ياخد اكس باش تكون هذه كتساوي زيرو عاد نشوفوا امتى كتكون هذه موجبه وامتى كتكون سالبه باش نختاروا امتى غادي تكون موجبه حيت حنا خاصنا هنا شنو الشرط على اكس باش تكون هذه موجبه اكبر من زيرو دونك باش نعرف امتى هذه كتكون كتساوي زيرو كنحسب دلتا نحط لك القاعده ديال دلتا بالنسبه لدلتا كنا درناه في الفيديو في الفيديو الاول دلتا كنا درناه حقه في الفيديو الاول في هادو في هادو فاش كان فاش كنديرو ديفيرون ا زيرو في هادو راه كنا درنا دلتا وشرحنا كيفاش الحالات ديالو كاملين من ثلاثه دونك هنا قلنا فاش كنبغيو نحسبوا دلتا كنديروا ا كتساوي ب كتساوي سي كتساوي هذه راه غير كتساعدك اما نورمالمون تقدر ما ديرهاش ا هو العدد اللي مضروب في اكس او كار اللي هو هذا دونك واحد ب هو العدد اللي مضروب في اكس شنو هو هنا هو ناقص 3 سي هو العدد اللي كيبقى هنا هو ناقص 4 دلتا شنا هي دلتا هي بي أس اثنان ناقص ربعة أف سي هادي هي اثنان كتساوي بي أس اثنان هي ناقص ثلاثة أس اثنان اللي هي تسعود ناقص ربعة مضروبة في أ أ هي واحد مضروبة في سي اللي هي ناقص ربعة ونحسب تسعود 4 في 4 16 ناقص مع ناقص في الناقص يعطينا زائد زائد 16 شحال كتساوي لينا 25 دونك دلتا اكبر من الزيرو فاش كيخرج لنا دلتا اكبر من زيرو كيكون عندنا هذه المعادله كتقبل لنا جوج ديال الحلول اكس 1 اي اكس 2 اكس 2 اكس 1 هو ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا اكس جوج هو ناقص ب زائد جذر دلتا على جوج ا بحال بحال غير هنا الناقص هنا الزائد شنو هضرناه في الفيديو الاول غير بالنسبه للمعادلات بحال هكا راه كنستعملو حتى بالنسبه للمتراجحات كنعوض ناقص ب هي ثلاثة ناقص جذر دلتا جذر دلتا هي جذر خمسة وعشرين كنمشي دقه دقه ما نحسب مقسومه على جوج ا جوج ا ا هي واحد دونك جوج وهنا شحال تعطينا ناقص بي هي ثلاثة ها هي, هي ناقص ثلاثة دونك ناقص بي هي ثلاثة هي ثلاثة زائد الجذر خمسة وعشرين على جوج في أ. أ هي واحد دونك هنا غادي تكون جوج إيكال مزيان هنا الجذر ديال خمسة وعشرين هو خمسة ثلاثة ناقص خمسة ثلاثة ناقص خمسة هي ناقص جوج ناقص جوج على جوج اللي هي ناقص واحد عوتاني هادي الا حسبناها 3 زائد 5 هي 8 على 2 هي هي 4 صافي ملي كنلقى هاد اكس 1 و اكس 2 لي غاسين ديال هاد البولينوم هادي بمعنى هادي هاد ليكواسيون هادي ولا هاد البولينوم هادي غادي تكون كتساوي زيرو امتا فاش كيكون اكس يا اما كيساوي ناقص 1 ولا كيساوي 4 دونك هادي باش نعرف الاشاره ديال هادي غادي نجي نديرها في طابلو دو فغاسيون ها هو الطابلو دو فارياسيون ديال هذا النوع هذا كما قلت لكم هنا الفوق هذه اللي كاينه الفوق هذه اللي كتكون فيها كيكون اكس هنا فين اكس كياخذ كي القيم ديالو بمعنى من موال فيني ما بين موال فيني و بلس لانفيني هنا غادي ندير الاشاره الاشاره ديالاش لو سين ديال هذه اللي بغيت نعرفها امتى كتكون كبر من او تساوي زيرو هادي امتى كتكون اكبر من او تساوي زيرو دونك غادي نديرها هنا اكس او كاري ناقص ثلاثة اكس ناقص ربعة هنا نشوفوها فين كتساوي زيرو خصنا اول حاجة نشوفوها فين كتساوي زيرو عاد آه باش نشوفوها فين موجبة وفين سالبة امتى كتكون كتساوي زيرو هادي كتساوي زيرو ها هي حلينا المعادلة ديال هادي دي كتساوي زيرو فاش كيكون اكس كيساوي ناقص واحد ولا ربعة شكون الصغير فيهم ناقص واحد ولا ربعة مزيان هذه قلنا فاش كيكون إكس كيساوي ناقص واحد دونك هذه كتكون كتساوي زيرو ها هي زيرو فاش كيكون إكس كيساوي ربعة هذه كتساوي زيرو ها هو زيرو صافي كيبقى لينا هنا شنو واش هذه موجبة ولا سالبة دابا أنا غادي نعطيك غير واحد لاستيس صغيرة باش غادي تبقى تأكد منها وعاد نعطيك القاعده اللي بصفه عامه هاد لاستيوس اللي كنقول صغيره هي انه اول حاجه خصني نديرها في بالي ان هاد الجوج اللي هنا كيكونوا بحال بحال وهادو كتكون مختلفه معهم هاد الجوج اللي كيكونوا هنا كيكونوا بحال بحال وهادي اللي الوسط هنا كتكون مختلفه معاهم بالنسبه لهاد النوع هذا صافي كناخذ شي عدد كنقلب غير على الزيرو يعني ما كنستعمل الزيرو انا براسي هاد انا براسي هذا الطابلو هذا انا براسي كاستاذ ما حافظوش ما علاش غادي نحفظه وانا حسن ما تحفظ الزيرو كاين هنا ما بين ناقص واحد و 4 الى عوضت هنا بزيرو زيرو ناقص زيرو هي زيرو ناقص 4 دونك عوضت هنا هذه عطاتني ناقص 4 بمعنى هذه كتكون سالب فاش كنعوضو بالزيرو هنا كتكون سالب بمعنى هنا كتكون نيجاتيف الى خديتي شي عدد مثلا اخر من غير مثلا واحد حتى هو راه من 4 كاين هنا واحد واحد أوكار هي واحد ناقص ثلاثة في واحد واحد ناقص ثلاثة هي ناقص جوج ناقص جوج ناقص ربعة هي ناقص ستة تا... عاوتاني عدد سالب دونك هنا سالب وهنا موجب هادو لي هنا قلت لكم قبيله بحال بحال وهنا كيكون مختلف معه باش نعطيك هذا الطابلو هذا بصفه عامه بالنسبه لهاد الحاله ديال دلتا كيكون كبر من زيرو الحاله ديال دلتا كبر من زيرو هو القاعده ديالو بصفه عامه اكس هاد ال... هادو هما اللي كيتكتبوا لنا على شكل ا اكس اوكاري بلس بي اكس بلس سي موان لانفيني بلس لانفيني في الحاله فاش كتكون دلتا كبر من زيرو دلتا كبر من زيرو هذه ليكواسيون ليكواسيون ا اكس اوكاري زائد بي اكس زائد سي ايغال زيرو

علاش حيت اكس ان آه صغر من اكس دو وكنديروا هنا الزيرو علاش حيت هاد ليكواسيون كتساوي الزيرو فاش كيكون اكس كيساوي اكس ان آه او اكس دو هنا الوسط كنديروا هنا الجناب كتكون لو سين ديال ا آه. هاد ا اللي كاين هنا هنا لو سين اشاره ا آه. هنا اشاره ا آه. دو ا آه. هنا وهنا لو سين دو ا آه. هنا لو سين اوبوزي دو ا آه. عكس اشارتها آه. لو سين او بوزي دو ا ولا لو سين دو موا شت كفينا لي سباس لو سين ديال مو هنا ا كما كتشوفوا هنا اشنا هو هنا هو واحد ال ا هو العدد اللي مضروف في اكس او كاري بي هو العدد اللي مضروف في اكس سي هو العدد اللي كيبقى بوحدو هنا العدد اللي مضروف في اكس او كاري هو واحد دونك الاشاره ديال واحد موجب دونك هنا وهنا غادي يكون موجب وهنا غادي يكون سالب هذه من واحد الناحيه غادي نزيدو اكزومبل اخر اللي تابع ومازال غادي نشوفو الحاله غادي نحط واحد الريزيمي ديال هادو ديال حيت نورمالمون هادو راه قريتهم في الترونك وما عاودت قريتهم في برومي باك غادي نحط واحد الريزيمي خاص بهادو غادي نلوحو في في سميتو في في لاباج اللي عندي غادي نلوح في هذا الريزيمي في الحاله ديال دلتا كبر من زيرو الحاله ديال دلتا صغر من زيرو الحاله ديال دلتا ديال ايكالا ايكال ا زيرو ولكن اللي, اللي خصنا نعقلو عليها بزاف هي هذه اللي كتستعمل بزاف والاخرين دلتا ايكال ا زيرو دلتا صغر من زيرو راه ساهلين ما بزاف الخدمه بزاف ولا ما كتكونش فيهم بحال هكا لي سين مختلفين بحال هكا ناخذ شي اكزومبل اخر من هذوك اللي اللي خدمنا اللي اللي حطيت لكم من قبل هادو دابا هاد. خدمنا هاد هادي خدمنا هادي وهذه في الفيديو اللي قبل هذا باش نتوما تخدموا هاد هادي وهذه وتاكد من داكشي واش درتي نفس الخدمه وغادي خدمنا دابا خدمت انا دابا هذه نتوما غادي تخدموا هذه دابا انا خدمت هذه باش نتوما تخدموا هذه باش نجي نخدم هذه اف دو اكس اف دو اكس ايكال القاسم كاري ديال اكس او كاري بلس اكس موان سيس كيما نفس الشيء نفس الطريقه ايا دي دو اف ايكال لونسومبل دي نومبر ريال كو إكس أو كاري بليس إكس موان سيس سوبيريو و إيكالا زيرو خاصها تشري وسط الغاسين كاري يكون سوبيريو و إيكالا زيرو هادي باش نعرفها إمتى كتكون سوبيريو و إيكالا زيرو غادي نجي غادي ندير طابلو طابلو دس- طابلو دسين دسي ديالها بحال هاد الشكل لي درنا دابا هنا نعاودوه دابا هنا صافي دراسة الإشارة ديال هادي بمعنى نديرو طابلو دو فارياسيون ديال هادي دونك باش ندير طابلو دو فارياسيون جدول الاشاره ديال هذه ها هي نكتبها جدول اشارات الحدوديه اكس او كاري بلس اكس موان 6 باش ندير جدول الاشاره قلنا غادي ندير عاوتاني دلتا دلتا نجيو ندير ا ا هي واحد بي هي واحد ها هي ا هي العدد اللي اكس واحد بي هو العدد اكس هو واحد و هي هي ناقص 6 صافي حيت بالاشاره ديالها ناقص 6 اللي عندنا هنا دلتا هي بي او كاري ناقص 4 هي هي واحد دونك واحد او كاري. ناقص 4 مضروبه في ا اللي هي واحد مضروبه في سي اللي هي ناقص ناقص 6 صافي شحال غادي تكون كتساوي لينا هنا كتساوي لينا واحد ربعة في واحد ربعة مضروبة في ناقص ستة ربعة ستة ستة اثناش ربعة وعشرين ناقص دونك كتعطينا واحد زائد ربعة وعشرين اللي غتعطينا خمسة وعشرين دونك نفس الشيء خرجت لنا دلتا كبر من زيرو حيت خرجت لنا دلتا كبر من زيرو دونك نفس داك الشيء اللي درنا هنا غادي نديرو اكس ان اكس دو دونك لا ميم شوز ما خرجش ما ماشي بحال الحاله ديال دلتا غا زيرو ولا دلتا انفيغور ا زيرو دونك هذه خرجت لنا بحال هذه دونك لا داعي اننا نكملوها حيت نتوما تقدروا تكملوها وتستعملوا في هذا الشيء اللي قلنا هنا اللي شرحنا دابا هنا وكنتمنى يكون الفيديو يكون هذا المحتوى مفيد مزيان وتفهموا هذا الشيء اللي درنا هنا ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير غندير عاوتاني راه كنخدم لاباز. لا باز دابا هادشي كنديرو على قبل لا باز اللي بغى يطلع لا باز ديالو من الاول وفي نفس الوقت غادي نبقى نلوح لي فيديو على لي تي فونكسيون على داكشي فين واصلين دابا دابا بحال دابا لي سويت راه لحت واحد الفيديو ديال ديال لي دي 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 سويت غادي نلوح عاوتاني ندير لي تي فونكسيون ونبقاو نخدمو مع لي كونترول وفي نفس الوقت غادي نبقاو نخدمو على لا باز باش كترجع لا باز وفي نفس الوقت توجد الفروض ديالك والله يوفق الجميع وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش شويه ديال التحفيز وشويه باش نزيدو نعطيو اكثر ونتمنوا للجميع النجاح ان شاء الله